شو مانا؟ نحن جينا ها؟ شو سعيد طمني؟ وزعنا الإقلام كله والناس صوتت. قولتك حسام بينجح؟ ما بعرف شو بيعرفني أنا. شلون ما بتعرف بابا؟ إلا الحقيقة. أي حقيقة؟ ما حدا بيحبه لخالي حسان، كلهم بيقولوا عنه نصاب. لا لا بابا، بس اللي بيعرفوه منيح بيقولوا عنه نصاب، البقايا ما بيعرفوه، ما بيقولوا عنه هيك. لأنهم ما بيعرفوه. عيب تحكي هيك عن خالك، فهمتي؟ بابا أنا ماني مبسوطة لأني عم بحكي هيك، أنا مزعوجة بس كلهم كذابين. هي بنتك ما رح تبطل عادة التزمير نهائيا، خلينا بالموضوع المهم هلا. شو الموضوع المهم؟ أولادك يا خانم ما عندهم دوام اليوم، لأنه المدرسة تبعهم كانت جنب مركز اقتراع وبعيني شفتها مسكرة. بجوز مخربطين. وينهم هلا؟ بجوز راحوا لعند رفقاتهم وقت يلاقوا المدرسة مسكرة. لا يا جمانة، أنا شفت مدير المدرسة وحكيت معه، قال لي بصراحة ووضوح إنه أولادك صار لهم أسبوع ما داوموا، حسيت حالي قد النملة قدامه. لكان لوين عم يروحوا؟ ما بعرف، بس بكرة رح أعرف. شلون؟ رح راقبهم من غير ما يحسوا، بس انت بتعملي حالك ما بتعرفي شيء. ماشي، بس بدون عنف سعيد الله يخليك. لا تكلي هم جمانة، رح اتعامل معهم بوسائل التربية الحديثة بدون بكلات. الله يرحمك يا جدي، والله العمر دائر معي مثل ساعتك على الستة. لك بلا خليكي واقفة. يلا يلا، وين العوضتشي؟ اهلين سلفي، اهلين، تفضل. هي دخلت برجل اليمين وكسرت كرمتي ورجعت، رغم انه نادرا ما يعملوها بيت النايحه، ما طوعني قلبي اغضب عليه. اهلين وسهلين بك يا ابو زهير، اهلين وسهلين فيك بالاجرتين مو بس باليمين. شو نمت ببيتك امبارح؟ ايه ما فشلت؟ لكان لوين رحت؟ لعند منصور؟ ايه ما فشل بنص عينه؟ انا رحت لعنده شقيت عليه لحتى ما يعتب علي. معقول ينام عند منصور يعني ولاده موجودين؟ ايه ما فشل بنص عينه؟ ليش انا بدوس بيت واحد منهم؟ عم يستنوني لحتى يشبتوا فيني، ايه ما راح اخليهم يشبتوا فيني. لك وين نمت؟ يقطع عمر هالبلديه، ليش انا قدرت نام؟ ما قدرت نام منوم، ما برشوا منشان البرغش؟ البرغش هراني هري لهلا عم يحكني. لك شو دخل البلديه بالنص؟ ليش جنينه لمين تابعه؟ مو للبلديه؟ ان شاء الله نمت بجنينه. ليش انا قدرت نام؟ يضربوا هن وهالكراسي اللي عاطينا طقطقوا جنابي منهم، بس وش الصبح يعني بدك تقول اخفيت لي شي نص ساعه عن قاعد. ايه قوم قوم قوم، فوت نام جوا اريح لك. قوم لك اخ منكم اخ، لو بتجوزوني هي اللي حلقه عطاسي كان اريح لكم واريح لي، مو احسن من نومه الجنينه؟ ابو زهير فوت نام جوا، بكره بنحكي بالموضوع، مو ضروري هلا. شش مو ضروري، روي رجلي رجلي يا ابو السود عم يجعوني، امبارح طول النهار رايح جاي تحت بلكونها. بتعرف يا ابو السود اذا بتشوفها هي اللي حالقه عطاسه بقص ايدي من هون اذا ما تجوزت على جمانه. سعيد مو مصروع لحتى يتجوز علي. فوت نام ابو زهير، بلا الفتش الليليه، فوت. فايت نام. الله يسامحك يا جمانه، لك انا المصروع ولا جوزك اللي مو شايف حدا بالدنيا غيرك؟ لك سعيد جبت لي بيجاما مثل عالم الناس ولا لا؟ عمي ابو زهير، عمي قتلك، عمي انا لي تعنتي يا تا تا فوتو تا عدو هول لشوف. يلا جمانة ما بدك تعشينا؟ يلا رح مد الطاولة. مديها. ضلوا هون مشان ما تزعجوا عمكم. أمرك بابا. وسائل التربية الحديثة. جاي أساعدك. شوف هات المصاري بسرعة خلينا نحطهم. بتعرفي جمانة؟ شو؟ هي شغلة العشاء متأخرين بدي بطلها. يلي بيسمعك بفكرك آكل خروف. لك مو آكل خروف، بس معدتي عم تذبحني. روح افحص حالك. وين افحص حالي؟ التنظير بده 1500 ورقة، منين بدي جيبهم أنا؟ يلعن أبو المصاري.
صحتك اهم من كل شيء بالدنيا، شو هالحكي هاد؟ ليش عم يزيد معنا مصاري لندير بالنا على صحتنا؟ اخر الشهر بتروح بتفحص حالك قبل ما تدفع لحدا. قولي ان شاء الله. الامر عليك يطلعي جيبي لي الجاكيت من الصالون وعلقيه، خليه ساترنا نقدر نكمل فيه هالكم يوم اللي بقيانيننا بهالدنيا. وليش ما بتشلحه وبتعلقه بالخزانه فرد مره؟ يعني كم مره بدي اقول لك؟ لا تؤاخذينا جمانة خانوم، بس نحن بيت النايحه هيك عادتنا، بنشلح ومنزت، وبيت الابريقي هن اللي بيعلقونا، ما عاد نعرف نلبس البيجامه. هيك ابي بزمانه الله يرحمه كان يفوت على البيت يحط البنطلون على باب الصقر، والقميص على كنار البحر، والصباط بالخرستاني، وقميصه الثاني باليوك، وجرافته بالداكونه. وكانت امي الله يرحمها بتشبه بيت الابريقي، على طول عم تلملم له اغراضه من وراه. سعيد؟ اه. في مصاري بجيبتك اليوم؟ ما معي ولا دقلي. في 250 ليرة. شو عم تحكي؟ مثل ما عملنا. لك لما شلحته ما كان فيه ولا فرنك. سعيد لا تكون مخربط. ها لك شو مخربط؟ بعد شوي رح تصير معي عادة، صرت بدون ما احس كل يوم مد ايدي على جيبتي بلكي بيطلع لي مصاري. فعلا شي بيحير؟ مو بس بيحير، بجنن. جمانة؟ شو؟ بسم الله، أكيد في جني عم يلعب معنا هاللعبة. سعيد ألف مرة قلت لك لا تحكي هيك، بخاف أنا. لك شو تخافي؟ هلا الجني رضيان علينا عم يحط لنا مصاري، بس بكره إذا طلع خلقه منا بصير بده ضرائب أكثر من ضرائب الدولة. وين الجني؟ بجوز يكون بالخزانة. ها؟ طلعوا له. صباح الخير. استاذ سيفين، سيك هي الامر الاداري. اتوقع من فوق؟ ما في داعي، شفهيا اخذ الموافقه على التليفون. شو على التليفون؟ على التليفون ما بصير، لازم يكون التوقيع موجود. المدير العام ما بيوقع وهي معروفه. منيره لا تقولي يا حاف. السيد المدير العام ما بيوقع وهي معروفه. سلام. اكيد في اشكال موضوع. اكيد انا قام شوف شو القصه تيصير بيك، لا تفكر حالك ربحت الشرط. معلش اخي عصام هدي هدي هدي، اللي قومي تقول لك شعر. الله وكيلك، ما في شيء من الحكي اللي عم تحكيه، انا ما بتفرق معي، انت وتيسير واحد. بس تيسير اجى قبلك؟ لا بتفرق، بيكون تيسير وعدك بنص الساعات الاضافي. انا ما برتشي، وانت بتعرف اشياء يا عصام، لا انت ولا تيسير بتقدر ترشوني. ها لكان على اي اساس عينته؟ مثل ما قلت لك، تيسير اجى قبلك وكل مين سبق لبق، روح اتفقوا مع بعض وانا ما بتفرق معي، ايه بعينك محله. لا ما راح اتفق انا وياه، مستحيل اتفق انا وياه، هالألاعيب تبعك انت وتيسير ما بتمروا علي، انا رايح اتفق مع غيره. يخرب بيته وعم بكذب كمان. هو قال لك اني انا ما اتصلت معه؟ ايه سياده المدير العام. معقول يا رجل؟ انت طلعت من عندي من المكتب من هون وانا مسكت هالتليفون واتصلت فيه؟ هذا اللي حكى لي اياه بالحرف الواحد. لا هذا تحدي مباشر لي انا شخصيا. اسمع اخي. تفضل. بصراحه اخي عصام، الاحوال ما ممكن تنصلح بهالدائره الا اذا ما طهرنا الفساد بشكل كلي. نعم إلنا لحالنا راح ياسر ارتحنا من الفساد والفوضى والمحسوبيات. قال شو؟ طلع لنا 100 ياسر وياسر. في كتير موظفين شرفاء بالدائرة سيدي، بس ما عم تزبط معهم. بعرف. قل لي عصام، في أي فوائد لعاصم من تيسير؟ طبعا سيدي، عم شفتوا الإضافة سوا. ها بينت أخي عصام، بينت. وينك؟ من يوم ورايح تعملوا لي تقارير دورية وتفصيلية عن تحركاتهم كلها، راح حط راسي براسهم لشوف يا أنا يا هن بهالدائرة هي. سيدي ومشان رئاسة القسم؟ لا لا عصام، لا لا تفكر برئاسة القسم. نو بصراحة أنا ما بدي عاصم يحس على تحركاتي أبدا، أنت خليك على رأس عملك وكأن شيئا لم يكن. وبصراحة أنا بدي عينك بمنصب مهم كتير، أهم من رئيس قسم، بدي عينك محل عاصم ذات نفسه. حاضر حاضر سيدي. بشرفك عصام، ماشي بيدوخ. الله يساعدكم سيدي، الله يساعدكم ويكون معكم يا رب. لو معي عصا سحرية قادر صلح هذا الشيء الموجود. فساد ورشوة ومحسوبيات ووسط ومية شغلة وشغلة. عصام شرفت، مع السلامة.
على طول متأخر هيك؟ لا هو هو بالعادة ما بيتأخر، بالعكس هو بيروح على الترم وبيجي على الترم مواطن مثالي، يعني لا يسمع لا يرى لا يتكلم لا يعنطف وإنما يفنطف هو بالعادة. شو بدك منه فارس؟ في شغلة بيني وبينه. لا تكون بدك تشغله معك من ورا ظهرنا. ها ليش بيقبل؟ إلى من يهمه الأمر. صباح الخير. صباح النور. لك وينك يا رجل؟ كان عندي شغلة عم بقضيها تأخرت، ولي عرفان انك لا تواخذنا. خيو ممكن تعزمني على كاسة شاي بالبوفيه؟ بس كاسة شاي، كل البوفيه بتخدم شواربا. شرعي. انتو خليكن هون، لحظة فيكن يتحرك، نحن هلا أنا وابتكار منروح على البوفيه ونبعث لكم كاسات الشاي واصلة معذبة مكرمة لهون. خل امشي امشي ابتكار. شرف معي لشوف شرف. شرف. وينك أخي؟ نعم. ممكن حضر جنابك. ممكن حضر جنابك تأملي المصاري هلا؟ يا ريتك مخبرني قبل شوي، بس لأنه كانوا معي وتصرف فيهم. الله يصلحك يا أخي فارس. بس ماشي، أنت وقت بدك ياهم خبرني قبل بأسبوع وبيكونوا جاهزين شندي إن شاء الله. وينك؟ مو أسبوع، معك 10 أيام بس بشرط تأمل لي ياهم، فهمت؟ لعيونك، بس في إمكانية تساوي لي ياهم 15 يوم. 15 يوم بس حد أقصى. ماشي. تشرب شاي. شكرا. الله مع دواليبك. إلهي بتبنشير. مرحبا عاصم. أهلين أستاذ نزار. معلش أنا جيت لعندك لأنه السكرتيرة مو برا مثل العادة. إيش عليه؟ بقى يا ريت توقع لي هالطلب الزفتري. من عيني هي قبل هي. سيارة؟ بدكن تشتروا سيارة؟ ايه بدنا نشتري سيارة. بس من هلا بدي اقول لك، توقيعي لحاله ما بيمشي بهيك مشتريات، بدكن توقيع السيد المدير العام. لك شو هالعبقرية هي؟ انت المهم وقع لي هلا وبعدين بنوقع من سيادة المدير العام. طبعا انا اللي بوقع، ليش لحتى ما اوقع؟ وهي طجيت توقيعي وشو ما جرى؟ طنجرة. لحالك؟ سلوى جوا نايمة وزعلانة. من شو زعلانة التانية؟ ما بعرف، ما كانت تحكي. لك شو بده يرقع لي؟ يرقع الواحد. خير انت كمان؟ ليش في شي بده ترقيع؟ ما في شي. ابو زهير وينه؟ ما بعرف، اجيت ما لقيته. يا ستي رحت على مدرسة الاولاد لقيتها منتقلة. يب ما حكولي لوين منتقلة؟ منتقلة على قهوة السبكية. الافندية نحن عم نتك اقساط شهرية للمدرسة الخاصة ولوازم الدراسة، وحضرتهم كل واحد حامل كيلة فيها جمل نار وعم يدور بين الطاولات والزباين ويقول نارا نارا. لمين طالعين في عداوة بينهم وبين العلم؟ ما عم بفهم. سعيد، ولادك مو عداوة هن والعلم، ولادك تركوا المدرسة لأنه ما معهم مصاري يدفعوا قسوطها. المدرسة طلبت من كل واحد 1000 ليرة. يا جمانة كيف تقولوا لي؟ بلاقي حل، لاقي لي حركة. لا تشوفيني هيك بحرك أنا. حركة شو سعيد؟ إيه أنت همدان بالمرة، شو بيطلع بإيدك تعمل؟ لا مالي همدان، وبيطلع بإيدي أعمل كل شيء. هلأ بس يرجعوا رح بهدلهم ومسح الأراضي فيهم. أنا ما حبيت أحرجهم قدام الزباين. ليش شافوك؟ لا ما خليتهم يشوفوني. سعيد هلأ فوت احكي مع سلوى، شوف شو بها. لا شوف، إن شاء الله التانية ما تكون تاركة الجامعة وعم تشتغل لفاية كمان. افتح يا صمصوم. شو بابا؟ شبيه؟ ما في شيء. بلا قالوا لي القمر مخسوف اليوم، شبيه؟ ما في شيء. لك ابي مبينه زعلانه، احكي. بابا عم اقول لك ما في شيء. لك شلون ما في شيء؟ هلا يا بتعترفي يا بضحك مخمس بين عيونك بلزق بالحيطه. احكي شبيه. ما في شيء. هذا يبدو انت ما بتعترفي الا باسلوب المساعد. فعلا المساعد معه حق. هذا المساعد بابا بس يجي الزبون اللي عنده على النظارة بيضل قاعد مقابيله من الصبح لآخر الليل، بيقول له للزبون اعترف، بيقول له ما بعترف، اعترف ما بعترف، بكفين بيعترف. شو بدي اعترف؟ باللي مزعلك. زعلانة؟ لك أبي مبينة، عم تزمري، شلون مو زعلانة؟ على أساس الفرح عم يزرزب من عيونك ما شاء الله، لا احكي لي شو اللي مزعلك؟
الكلية. شو؟ تركتي الجامعة يا بنت ال... ما بدي عوي هلا، تركتي الجامعة؟ لا، غيرت الفرع اليوم، قلبت على الفلسفة. تقلب عليكي مدح عليك، ليش عملتي هيك؟ ما بقى أنتم ما فيكم على مصاريف الطب، كتير غالي. لك مين قال لك طلبت شيء وما جبنا لك يا؟ من بكرة بتروحي بتقدمي ولا قال لك أنا بدي أقدم لك طلب، ترجعي. نحن متأملين فيكي بالمستقبل بابا، بكرة أنا بصير مثل عكاسة الأعمى، أقوم من جورة أوقع من جورة ويهروا أسناني وما عود أعرف أحكي وصير أقول خبز بدال الخبز، متأمل فيكي توفري علي مصاريف الدكاترة، وين قلبتي تقلب عليكي مدحلي، شو بدي تساوي بالفلسفة أنا؟ بدك تعدي تفلسفي علي؟ بترجعي على الطب بابا. خلص ولا يهمك بالنسبة للمصاري، لك الطب إذا بده عملة صعبة، ديمك أنا، ترجعي على الطب، أحسن ما طب عليكي وقت هيك ها؟ يلا يلا مين؟ تحيه ابو زهير. اهلين ابو زهير. وينه العوضجي؟ وينه؟ تفضل هون. سعيد يا سعيد. لا خير خير، شبك عم تعيط، رح ينبق لك عرق. شبك شو في؟ شبك انا عم حسرك، من بكره يا بيكون لكم اخ اسمه ابو زهير على قيد الحياه ومرته ميساء، يا اما ما بيكون لكم اخ منوب. فهمت؟ اوف، منو هي ميساء اللي حالها على الطاسه؟ في واحد عم يبرم حواليها، خايف يلطشها مني. فوت ابو زهير. ما بدي فوت. فوت؟ لك ما بدي فوت. فوت عم قلك يعني فوت. ما بدنا نشمت الناس ببيت نايحه. فوت. خلص بقى، خلص فوت وعود وارتاح. اخي ما برتاح لحتى تروح معي تخطب لي اياها من اهلها. لك طول عمرك بتخطب لحالك، اشمعنى هالمرة بدك تنتعني معك وتورطني؟ اكيد في انه هدنك كانوا هشتك بشتك. ام زهير اهلا ميتين من الجوع، وسعاد ابوها تاجر كان عم يدور على شي واحد لحتى يعطيها بخسارة، اما هي بنت اكابر. اجل لي الموضوع للمساء، هلا وقت القيلولة، ما حدا بيخطب وقت القيلولة. دك اخي انت روح هلا شوفها. شو خسران؟ مثل ما قلت لك المساء بنشوفها. المساء بتفوت تتفرج على التلفزيون، ما بتقعد على البلكون. هلا اذا فاتت لجوا ما بدنا نروح نخطبها، نحن بنشوفها جوا. لك اخي انت روح معي هلا، بعد نص ساعه بتروح على النادي، لانه اذا كانت موجوده وقت الخطبه بجوز ترفض. ها واذا كانت مو موجوده؟ ولك اهلها اذا بخيت عليهم شويه مصاري بيقولوا ايه وبغصبوها، لانه ما في حدا بيوقف بوش المصاري. لك ابو زهير انت منلك المصاري مو على اساس كلهم مع سعاد؟ برفع عليها دعوة نصب واحتيال، القانون بيرجع لي حقي. لك اخي تخجنني انت، سعاد زيادة عليك. شوف اذا بدك تقعد بعائل اهلا وسهلا فيك، بدك تجن الله معك. لك شو هاد؟ شو هاد؟ عم تقلعني؟ ايه سيدي عم قلعك، يا بتقعد عائل يا بقلعك. يا عم شو بعدك؟ يا حوالي التعب فيك، عم تقلعني؟ بس يكون بعلمك اذا بتبوس ايدي وبتترجاني هالبيت ما عم تدوسه. يا سيدي بالناقص، لانه انت وين ما بتدوس بتعمل كريزة. كريزة؟ بسيطة، أنا رايح خلاص ما عاد تشوف وشي. سعيد ما كنت حد معه شوي؟ شو بدك يعني روح اخطب له؟ لا بس حاول تفهمه. ليش هذا بيفهمها؟ لك ولادي تركوا المدرسة وسلوى غيرت اختصاصها، لك ما عم بفضل احكي معه، ما عم بتركني احكي معه، هذا عائل هاد. طيب خلاص خلاص اهدى شوي. هلا منشان الاولاد شو بدك تعمل؟ اليوم بس ارجع من الشغل بشوفهم، هن بيكونوا رجعوا وانا بكون طبط من الكريزة. ايه لا لا، زعلت منك يا عمر، كثير زعلت منك. شفتي امي؟ هذا عمر حسينه روح السله علينا. هلا لو كان سهيل بالملعب كان فوتها. على سيره سهيل، ما بعرف ليش سهيل صاير عم يعجبني مو مثل الاول. انت لانه امي ما عرفتي بالاول منيح، حكمتي عليه غلط. لا لا، كان بالاول سهيل كثير كثير غشيم، هلا صاير عم يفهم. انا لك بنتي بيعجبني المخ التجاري. هون طلعي فيني. بونسوار. ها دستور اسكنوا قديم وحضروا القضيب. ليش كنتوا ذاكريني؟ ايه حبيبي، هالمره كانت امي عم تذكرك بالخير، كانت عم تقول عنك. شو كنت عم تقولي امي؟ عم اقول لك مخه تجاري خزيت العين. ايه مخك تجاري. تسلمي لي يا مرت عمي، شكرا جزيلا لك. هلا قلي ليه جاي بكير اليوم؟ جاي بكير لانه كانت خاطره على بالي فكره فظيعه، فكره كنت جاي عم حضرها مشان الكم مشان ننفذها يعني. فكره شو؟ قلت لحالي انتو شوفوا هالكميه الذهب اللي بايديكم وبالخزانه، كميه كبيره. شبها ليش ما بنستثمرها؟ ليش ما بنشغلها؟ اذا شغلناها القرش بيصير يجيب 100.
ليش بياخد ذهب السيد حسان؟ ما بياخد ما بياخد، بس نحن منبيعهم ومنعطيه حقهم كمصاري. كمان بيصير افتكار، حتى المحبس بدك تشيلي لي اياه من ايدك، ها بدنا نبيعه، بدنا نستثمره. بالله هذا خاتم الزواج، ما صدقت امتى حطيته بايدي. بتقلي ايمي، بعدين بخاف العالم يفكروني عزابيه اذا قمته، يقوموا يكفتوا العرسان فرد كفته. إيه لا رح يكفتوا لا شيء، خلصيني بقى اذا انا العاها بالف يا ويلاه لحتى خطبتك، منين بدهم يكفتوا؟ خلص هلا شيلي من ايدي وانا بجيب لك بداله واحد رخيص، وبس تمشي المصاري بين ايدينا ببقى بشتري لك واحد ثمين سوليتير مثلا، شو رايك مرت عمي؟ سهيل معه حق، مزبوط عم يحكي. شلحي المحبس شلحي، حاكم محبسك بجيب بلاوي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا ماما. تاني مره اخلي معلمكم يصرفكم بكير شوي، مو ضروري لحتى تسكر القهوه. اي قهوه امي؟ نحن ما كنا بالقهوه. حاجه حاجه، قصتكم مكشوفه وابوكم بيعرف كل شيء. شو بيعرف امي؟ شو بيعرف؟ بيعرف انكم عم تدوروا بالقهوه وعم توزعوا نارا، شافكم بعيونه واجا حكالي. امي بصراحه نحن ما لقينا غير هالحل، ها قلنا لازم حدا يضحي مشان حدا. ايه بلا كلام فاضي، نحن ما لنا مقصرين عليكم بشي. ماما الألف ليره ما عم تقدروا تدبروها، اذا كل شهر ما غني هالموال شو استفدنا؟ هذا الحكي بتحكوه لابوكم مو الي، هلا بس يجي ما في داعي تستفزوه، من دون شيء هو معصب. شو ما قلكم بتقولوا ايه؟ ها لكم اجا مثل ما قلت لكم، شو ما قلكم بتقولوا ايه؟ مساء الخير. ايه شلون كانت مدرستكم؟ ايه كم حصه داومتوا؟ ايه جابوا مثل العالم، شو اخذتوا اليوم؟ كل الحصص داومنا بابا. سعيد ما في داعي، انا حكيت لهم الاولاد. احكي هيك من الاول، ما في داعي تخليني اكمل التمثيليه للاخير. كنت عم بستنى لشوف شو بده يصير. هلا بتشوفي شو راح يصير. ممنوع اللجوء للعنف واستخدام السلاح الابيض وخاصه البكلات. قوم وقف انت وياه، هاتوا قولوا لي لشوفوا بالطرق السلمية شو اللي خلاكم تعملوا هيك، شو اللي جبركم؟ بابا ما جبرك على المر غير الأمر، قلنا لحالنا ما نقد المدارس الخاصة وقصوتها نروح من قد محرة. لك أيا كان القرار اللي اتخذتوه وأيا كانت الدوافع وراء اتخاذ هذا القرار، ما بصير تعملوا شيء من وراء ظهري. أبي لو كنا قايلين لك ما كنت رح توافق. طلع من تحت عاوزك ولا طلع لفوق وحاكيني. طبعا ما رح وافق، دراستكم بالنسبة لي خط أحمر. بكرة بتتركوا القرف اللي بالقهوة بترجعوا على المدرسة. بابا ما بخلي المدير الا اذا كان معنا القصد. منيتوا على حاله، انا بروح. وقفوا انتم، ما دخلكم، عم بحكي على المدير. وقفوا. لا منيتوا على حاله، انا بروح بدفع له اياهم كاش. قديش القصد؟ مو 1000 ليره جمانه؟ من وين بدك تدفع سعيد؟ شو عليه بندفع؟ ندفع يا جمانه، لو بدنا نقطع عن حالنا بدي ادفع. ليش نحن معنا نقطع عن حالنا؟ جمانه لا تسوديها بوشي، كل مشكله ولا حل. انا رجال ولا مو رجال؟ ما حدا جاب سيرة هالشغلة. شو يا؟ كأنك مالك متأكدة إني أنا رجال. رجال ولا مو رجال أنا؟ رجال. عندك ثقة فيني ولا ما عندك؟ عندي. خلص طالما عندك ثقة، الرجال بدق الأرض بكعبه بيطالع مصاري. ما طلع شيء أبي. خلاص ولا؟ قل لي قد إيه بقي من القصد؟ كل واحد 3000، اثنيناتنا 6000. يقطع عمرهم. بيعرفوا انه الطالب اللي راسب اكثر من مره بالبكالوريا ما بصير يعيدها بالمدارس الحكوميه، ليش بيجيبوا اسئله تعجيزيه بالفحص؟ هالموظف اللي منتوفه دقن اللي خلفه، منين بده يجيب اقساط المدارس الخاصه؟ قديش بدهم قلت لي ابي؟ 6000. يقطع عمرهم. اهلين عريس. لسه ما صرت يا سيدي. يومين ثلاثه وبتصير. كتر خيركم سيدنا. وخيرك. اللي شو جايب لنا شيء جديد؟ طلبيه العمر يا سيدي، شرفوا سياره. يخرب بيتك، السيارة مرة واحدة؟ شو بدنا نضل على الصغير؟ خلينا نطلع شوي لفوق سيدي. وشو بدك تساوي فيها؟ منبيعها. طيب وإذا سألوك وينها شو بدك تقول؟ بقلن عند سيادة المدير العام. وإذا سألوني شو بدي أقول؟ بالمرآب. وإذا راحوا على المرآب وفتشوا بحبشوا ما لقوها شو بدي أقول؟ رح يلاقوها سيدي، رح يلاقوها صافة بالمرآب وعين الله عليها. نزار صعبت لي الحزيرة كتير. اللي شو القصة؟ سلامة فمك سيدي. مختصر مفيد، أنا بعرف واحد مكنسيان عنده آلة بدق علي أرقام المحركات، وعنده سيارات تعبانة ما فتحوا رزق، منبدل. وشلون بدنا نبدل؟ يا سيدي الشغلة بسيطة، السيارة الجديدة اللي نحن جبناها
مندق عليها رقم شاسي ورقم محرك السيارة القديمة، والسيارة القديمة مندق عليها رقم شاسي ورقم محرك السيارة الجديدة، مندخلها على المرآب للقديمة وبتصفي الجديدة معنا. انت انسان عبقري كتير يا نزار. تربايتكم سيدي. لا مو تربايتي، انا تربايتي كله الحمير. انت نزار الوحيد خص نص اللي طلعت ذكي ولماح. شكرا سيدي. عفوا. هات نزار ناولني هالكاسة المي وظرف الحبوب من عندك. ايه تكرموا سيدي. تفضلوا سيدي. تريدوا حبة؟ ايه. بالهنا والشفا سيدي. هنيا يا سيدي هنيا. الله يهنيك. خير شايفك مو على بعضك اليوم. يقطع هالمجتمع يا رجل. أنا اللي شو بتكره بالدنيا بقول لك هدول جماعة المجتمع المخملي، قال شو؟ ما بتصير أكابر نزار لحتى تلعب تنس. خير سيدي ليش شو صاير معك؟ رحنا مبارح نلعب تنس، قمنا انفكشنا. تمزق حاد بالمعصم. نزار أنا بكره التنس كثير، قل لي نزار، أنت شو بتكره بحياتك؟ قل لي. قلت لك سيدي شو بتكره بحياتك أنت؟ التنس! بس ما فينك، بدك تجاري، رحنا نجاري قمنا انفكشنا. يا سيدي سلامتك إن شاء الله، سلامتك. سيك نزار وهي ورقة بيضة مسيك شو سيدي؟ هذا توقيعي اتدرب على التوقيع مشان تعرف توقع بدالي على هذا الطلب أنا ما فيني شايف؟ سلام يلعن هالحظ يا نزار بسيطة. وقت اللي اجينا نوقع بهالمناسبة الحلوة انت انفكشت أنا بسيطة سيدي هلأ بتدرب عليه أنا اتدرب نزار اتدرب سهل مثل دنب الحردوت سيدي يا هلا تفضلي لعندي لو سمحتي نعم سيادة المدير لو سمحتي يا هلا توصلي على الصيدلية بتجيلي علبتين دواء أول علبة دواء اسمها بروكسيمول والدواء الثاني اسمه أناناس هلا بعد لازم لا انت بدك تروحي لانه ما بدي حدا من الموظفين يعرف اني انا مريض ايه حاضر استاذ تفضلني بشي سلامتك ايه طمني شو صار معك نزار شوفوا سيدي هات لي شو رايكم نزار انت بلوه مصبره يا نزار حريف شكرا يا سيدي شكرا يمسيك لك وقع هالطلبية لشوف أنا لي الشرف إنه حط توقعكم يا سيدي تاريك معلم كتير يا نزار أنا بزماني سيدي كنت بدي أدخل فنون جميلة بس ما قبلوني لأنه ما عندي واسطة أمتى عملت علوم طبيعية نزار نعم سيدي أنت بترسم شي بزماني هلأ لا إيه قوم روح على غرفة السكرتيرة بتاخذ معك هاي الطلبيه وبتختمها بالختم تبعي هو صاير بالدرج الثاني على اليمين امركم سيدي وينك نزار ما قلت لي قديش بدك تبيع السياره بمليون ونص سيدي نزار اسمع لك منا انت 100,000 بس بشرط شو سيدي انا تحت امركم تطلع من غير قصيده يا نزار امركم سيدي ظريف هالنزار حل عنا الحبر بقى وانت سعيد حل عنا للآلة الكاتبة خلاص لو بتنطق كانت قاتك حل عني كمشت العطل شو هو علقانة فيها كلمة ليزا قلت شي يا قوم سلامتك قدي طلعوا حق الدهباتك شوي طلعوا الدهبات ب150,000 فور سعيد حدا بيجمد على ايده بأصابيعه 150,000
حطيتوهم مع حسان؟ بوشي بعتهم من هون ودغري رحت لعند حسان سلمته اياهم 2 مليون. بري عليك. انا مشان هيك بيني وبينك قررت خلص ما عاد اشتري بين. بالله؟ لك ليش حطيناهم مع حسان مشان تقلي بطلت اشتري بين؟ خليني اشرح لك وجهه نظري يا افتكار. هلا نحن اذا ردنا نستاجر بيت باحسن منطقه بالاسم بالشام ولعي باحسن منطقه بالشام ولعي اذا قررنا نستاجر هنيك بيت يعني وليكن 15,000 بالشهر خلينا نحسبهم على مدار السنه كلها بيطلعوا اذا قلنا ب 180,000. طيب شو رايك نصير اكابر ب 180,000 بالسنه ولا نشتري بيت ب 10 ملايين ليره ونقعد بقيه عمرنا كله شحادين؟ شو رايك اني احسن؟ شو رايك انت سعيد؟ معقوله الفكره؟ اخ لو معي قرشين زدتهم معكم ما حسن. ايه روح يا خلص ما انت ما بتعرف تشتغل. شلون يعني ما بعرف اشتغل؟ انت الله اكرمك بعت لك افتكار وبعت لك حماتك تصرف عليك طبخ ونفخ وما بعرف شو، انا من اللي يا حسره خليها لربك. طيب خوند من حدا؟ ما بدي نخ تحت الديون انا. لك ما بتنخ يا سعيد ما بتنخ، شغلي مخك بقى، اذا تدينت من شي واحد مبلغ وبلشت تشغل هذا المبلغ وصار بده مبلغه بتتدين من حدا تاني وبتسدد له مبلغه، لما بتسدد له مبلغه شو بيكون صار؟ بتكون انت مبلغك الاساسي عم تشغله ويدخل لك فوائد من دون ما يكون معك ولا قرش. سهيل بتعرف ليش انا حبيتك؟ ليش؟ لانك بتلقط على الطاير وتركيزك عالي، لك يسلم لي هالمخ. بس يسلم لك هالمخ؟ لك كلك على بعضك حلو. على اساس يعني رح لاقي حدا يعطيني مبلغ محرز. اجمع المبلغ من كذا مصدر، يعني خذ من هاد 3,000، من هاد 5,000، من هاد 15,000، ضروري تلاقي لك شي واحد ينقفك ياهم 100,000. فعلا يا اخي، فكرة معقولة. اصلا السندويشة ما بتتاكل غير لقمة لقمة. الو السيد فارس اذا ممكن. مرحبا سيدي، صار لي من امبارح عم حاول اتصل فيكم. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه. الغزال قرب كثير على الفق. اليوم المفروض يوقع سيدي. اليوم بعرف لك. لا أنا متأكد هالمرة إنه الشروة ما بتمشي من دون توقيعه. إيه سيدي؟ إيه سيدي؟ طيب نقلني إياه إذا بتريد. لحظة. لا سيدي لا. لا ما ممكن أعطيه لحدا. أعوذ بالله سيدي. الله معكم سيدي. الله معكم. تفاءلوا بالخير تجدوه. مع السلامة. آخر أيامك يا بيت نجان. هاتي كاس الراح واسقيني الأقدام. هاتي كاس الراح واسقيني الأقدام. منين جبتهم هدول كلهم؟ دلت على رفقاتي. كل واحد متفضي على قرشين أخذتهم منه 62 63 وأنت بدك تعملي مثلي. أنا؟ ايه انتي دوري على الانسات. شو ما حصلتي منهم منيح 70 71. وامتى منسدد؟ امتى ما بدهم منسدد نحن. سعيد انا قلبي مو مطمن لهالشغله. انت اكيد اكيد بدك تخرب بيتنا. هذا البيت ايه بدي اخربه وطربه فوق راسكم لاني رح سلمه لصاحبه واخذ فروخ 97 98 99 100. رح تقبل تاخذ 200,000 وتطلع؟ ايه. لك سعيد ما بيعملوا لنا شيء 200,000؟ بيعملوا بس نحن غشمة ما بنعرف نشتغل. ليك يا سهيل هذا اللي مفكره أنا بنص لسانه غشيم راح يصير مليونير لأنه شغل مخه. وين بدنا نسكن إذا طلعنا من هون؟ وين ما بدك جمانة. أشري أي حارة بالشام، أي منطقة بالشام، أي بناية بدك يا أشري بإصبعتك وراح تسكني مطرح ما بتأشري. ما بعرف أنا مالي فهمان شيء. طبعا ما راح تفهمي شيء لانه مخك مو تجاري، انت مخك كله مذكرات ووظائف وحروف الجر وحروف النصب، اتركيني انا اتصرف. منيح اللي وافق المدير واقتنع. شو فهمك انت؟ مصاري بتعمل كل شيء بالدنيا. مرحبا بابا. اليوم رحنا على المدرسه وقلنا له للمدير، قال بكره اخر موعد.
اي تعال هون تعال مسيك ابي 1 2 3 4 5 6 مسيك اعطيه اياهم كتر خيرك بابا ولو جبنا وانت كمان 1 2 3 4 5 6 اعطيه دول يسلموا مسكوا هاي 50 ورقه كل واحد منكم بيعطيه 25 ليره بخشيش عيب سعيد هذا استاذ لا هذا مو استاذ هذا واحد نصاب الاستاذ المحترم ما بيقلع طلابه بالعكس بيصبر عليهم مرحبا اهلين بابا اهلين امي شو قدمتي ورائك من شان غيري مره ثانيه قدمت من هلا ورايح بابا ما حدا رح يحتاج شيها انتو بتقولوا شو بدكم وبتحطوا الرقم وانا اللي بفت مسكي انت بابا 1 2 3 4 5 6 تشتري سيرنجات ادوية جماجم تل من الجماجم شو بدك لعيونك مسكي تبهنكي لي قدام رفقاتي واضح بابا واضح بابا اللي بتحتاجوه بتقولوا لي عليه يلا قوموا على غرفكم بدي احكي انا وامكم شوي كتر خيرك بابا اهلا وسهلا اهلا معكم مسكي بابا لا بلاش اشتري غيره حتى لو دعستي عليه يا جمانة لنشوف شو شرف بس انا اكبر منك ما تحط علي بعالك ماشي ماشي انت بتضل اخي الكبير وبتمون على هاي الرقبه انت لك اصحاب بالبلديه ايدك طايله احكي معه يا اخي لما بيرشوا مشان البرغش يطلعوا اذا كان في حدا نايم بين الزريعه كانوا رح يخنقونا ليش انت شو كنت عم تعمل بين الزريعه كنت نايم على المقعد اجى الشرطي فيقني قمت نمت بين الزريعه مشان ما يشوف بدك انت بدك تعال ولا ما بدك تعال بدك كبر عائلتك ولا لا عندك بيت تنام فيه شو نايمك بجنينه ايه ما فشلت بنص عينها اذا ما تفرجتني وباست ايدي وقالت التوبه لا تحلم ارجع لعندك انا بدي تكعيني سعاد انا وين مرت اخي نايمه فيق لي اياها خليها تحمي لي حمام بدي اتحمم لانه بدنا نخطب مو حلو نروح عند الجماعه وفي دواء برغش ريحتنا لمين بدنا نخطب الي انا كنت بدي اخذ سعيد مشان يخطب لي بس قلت يا ولد بلاها منصور اوجه اذا راح سعيد معي ببطلوا يعطوني لك شبكي مثل الطنبور بيقول لك تحمي الحمام تحمي الحمام اخي ابو زهير قوم ارجع على جنينة على البرغش لك منصور عيب لك شو عيب ولا كلمه انت سنتري جول شفت الجول فح عليك انت وسعيد بلا اصل يا حوالت بيت النايحه فيكم وينك انا من بكره بدي اغير اسم عيلتي ما بدي اكون نايح من بيت النايحه ما بدي هالقربه فيكم غيرها يا اخي غيرها على القليل بنرتاح من نقطه سودا بتاريخ العيله خليكم انتو سعيد نسوانكم حاكميكم لشوف شو راح تكسبوا حاكمينا لك ورجتك الجول بعينك وعم تقول حاكمينا لك هذا مو جول هذا تسلل حاكميكم شو دخلنا نحن بالنص انا ما حكيت شيء مالك طاسس عم ترد بوشي لك بدك ترد بوشك لك شو بدك تعمل خلاص انتهت المقابله ما حلو ضل هيك داير بالشوارع؟ لا خليه داير بالشوارع، إذا ما ضاق المر ما بيتربى. سنتري ما بحب عيد. يلا يلا. مين؟ نحن. مرحبا. أهلين. أونكل سعيد هون؟ إيه هون، تفضلوا. شكراً. تفضلوا شباب. أهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اكيد في شي مشكله بس ان شاء الله ما تكونوا طابشين المشكله هالمره خير شو في السيد سمير مصمصم يعمل عرس رغم انه ما في حدا من اهلنا لا امي بتقدر تحضر العرس وابي خرج ولم يعد ورحتوا لعند سعاد انا رحت ولعتني قلت لها انه انا مالي محتاجك انا جاي اعزم ابي قلت لها قالت لي تضرب انت وابوك
وكل سلالك بعد النايحة. ضربتها؟ شو عم تحكي انت؟ انا اضرب مرأة؟ ايه انا بضربها. شو قالت لك؟ قالت ابي مدري صار له قديش ما بين عليها. لك سعيد ليكون ابوك لساته عم ينام بجنينة. انا جنينة؟ ما بعرف، ما ذكر قدامي انه جنينة. خلينا ندور عليه بالجنايم ونجيبه مشان نقدر نساوي عرس. هلا انت شو فرقت معك؟ المصاري اللي بتحطه للعرس روح اعمل فيهم شهر عسل احسن لك. اخي العرس بالنسبة لي شغلة مهمة. اسمع انت وياه، المفروض نروح ندور عليه بالجناين ونجيبه. اذا حضر ابو زهير بيصير عرس، اذا ما حضر ما بيصير عرس. بيت النايحة ما بيعرسوا بلا كبيرون. خلاص امشي لشوف. تركي ما عاد تهرب، ما عاد تهرب. امشي قدامي ما عاد تهرب. تركني خلاص ما عاد تهرب. امشي لشوف واحد خرفان. امشي لشوف، اقعد هون لشوف. يا وليد. نعم سيدي. عيب عليك، عيب عليك قد ابوك هاد. تركه والعائل الوحيد من بيت النايحة. سيدي ما بقدر، صار هربان شي 20 مرة، كل ما بتركه بيهرب. ليش شو عامل لحتى يهرب؟ كمشناه لاحق بنت سيدي. شو ما بيفهم القانون؟ هلا اللي بيلحق بنت جريمة؟ استحي على شيبتك، انت مو لحقه وبس، عم تلطشها كمان. هالكلام صحيح يا ابو زهير؟ لا سيدي، انا ما عم لطشها، انا بدي احكي معها مشان اخذ موافقتها. إلا كان ليش اشتكت عليك؟ شو بعرفني؟ هدول النسوان ما حدا بيحزر لهم سيدي. صار له كذا يوم لحقها سيدي، بتطلع من البيت بيلحقها على المدرسة، بتطلع من المدرسة بيلحقها على البيت، وعم راقب لها البيت كمان سيدي. ليش البنت بالمدرسة؟ صف عاشر سيدي، صف عاشر. قد ولاد ولادك كمان؟ صف عاشر، يعني مو صغيرة سيدي، مو صغيرة. الله ليكبرك. وبش قلي قلي شو عمل فيك؟ لو بتتحمل بساط الريح كنت أخذتك جولة على فيتنام تشملك شوية هوا، بس من أول مرش بتودع. فوتك على الجواني مو حلوة، انشرشحك بآخر الطريق كمان مو حلوة. قلي شو أعمل فيك أنا؟ شو أعمل فيك؟ تركني بحالي، ما بدي منك شي تاني. ما رح أتركك لحالك يا وليد. بتخليه يكتب تعهد وترجع على بيته. حاضر سيدي. بس مو على بيتي سيدي، هذا مو بيتي، هذا بيت سعاد. فش تدوس بيتها إذا ما اعتذرت مني وترجتني. لعند أخو سعيد ولا لعند أخي سعيد؟ فشر دوس بيته بعد ما قلعني. لعند منصور كمان؟ منصور لا، هذا بيعصب علي وبيقول لي خلاص. لعند واحد من أولاده بيضلوا أبقاله. فشروا بنص عينهم، هدول ما بروح لعندهم، هدول أولاد عاق. أنت تركت لحالك شي صديق بهالدنيا؟ اللي اسمه لأخذك لعنده. سيدي إذا السيارة تبعكم تقدر تطلع على الكيكية وصلوني على الكيكية. مين إلك بالكيكية؟ مرتي القديمة. رجعت حنيت؟ لا سيدي ما حنيت، ما فشلت، بس هي الوحيدة اللي ما بتسترجي ترد بوشي. لك الآن؟ آخ آخ. شو سعيد؟ صارت نمرة إجري 50 وما لقينا حدا. وشو بدكم تعملوا هلا؟ شلون بدكم تحلوا الموضوع؟ حلت، حلهم كلهم، ينضربوا هن وياه. نحل حلو زراري انا من كتر ما دورت. قال كبير بيت النايحة. اخ ما بنقدر نأجل، ما بنقدر نأجل. شو الحكي اللي عم تحكيه؟ ما بنقدر نعمل عرس وابي مو موجود، لازم يكون في واحد من الاهل على القليلة. وامك؟ شو هالحكي؟ امي لا فيها تروح ولا فيها تجي. لك وسكينة عبي بجوزتك انت. لك شو قاعد؟ شو هالبوجة؟ كلمة النايحة ما فيها واحد بوجة. بجيبها لأمك أنا، لو بدي أضطر أحملها على كتفي حمل. حتى لو إجت أمي ما منقدر، لو لقينا أبي إيه، بس أبي ما منعرف شو صاير معه، مختفي. لك ولا شنطير أنت؟ منساوي لهم كتب كتاب براني وبلا عرس، وبس إنه يا أبوك منساوي لهم عرس إله طنة ورنة، ومنجيب واحد صوته عريض للعراضة، منجيب هالقديش. ما بيمشي الحال، بركي أبي لا سمح الله. ولا أبو كباش؟ أنا حاسب حسابي بعد 9 أشهر ونص يكون الولد بحضني، ما بدي أقعد دوار من جديد. هلا عمي سدات اني بدي اعطيك ولد. لكن كل هالوقت كنت قاعد عم تضحك علي. لك اتفقت انا وياك، اتفقت انا وياك ولا ما اتفقت انا وياك؟ يا عمي يا عمي كبر عقلك، كل شيء بينعطى هديه الا الضنا انت ما بتقبلها. لكن ايش قلته بالاول؟ ما حدا دفع، ان لحالنا منوافق مشان تدفع. شو نعمل لك يعني؟ قوموا طلعوا عني، عم تتمطعوا فيني ما؟ حلوا عني. عم تقلعنا عمي؟ لك بقلعكم وبقلع ابوكم، اذا بدكم طلعكم روحكم بكعب رجليكم، يلا طلعوا.
عمي لا تزعل، نبقى اذا بدنا نروح شي مشوار شي زياره بنحطه عنكم، ما في مشكله. لك لانه انا فاتح لك حيطاني هون وما لك مستحي حالك مربي حالك نيغرا. يلا اطلع لبرا، اطلع لبرا ليلى، يلا تشرفوا ولا بديش. تعال هون سنتر، روح ليلى. عجبك هيك منصور؟ العمى بقلبهم شفتيهم؟ لما بدون واحد منهم غرض بيهربوا، هن بدون شغله بيجوا فاتحين ايديهم مثل المدرايه. العمى بقلبهم غريب احسن منهم. خلص ما عاد بدي ولد، خلص يا منصور اقتنعت اقتنعت، صدقني اني اقتنعت، خلص الله بيغنينا. خلص انا التالي كمان ما عاد بدي ولاد، رح اجيب لك قطه تربي.